books about epidemiology or the application of epidemiology. Today we will continue. صراحة يعني مدخل محاضرتنا راح يكون يعني how will you behave within the epidemic. إذا عندنا أكفر systematic method of investigation اللي an epidemic as in case of epidemic of typhoid fever, meningitis, hepatitis أو COVID على أساسه المفروض عندنا في the specific steps for this type of epidemic. فمن يصل لك خبر وانت كنت في موقع مسؤوليه معينه على انه there is some source of epidemic, فالمفروض عندك في specific steps تتبعها. الاولى اللي هي verification of the case, verification of the diagnosis, تتاكد بالبدايه. It's important to make sure that this case under the investigation are definite case of that disease. كان يكون يعني سمعت في منطقة وخصوصا يعني المناطق اللي مثلا ما موبوءة سابقا بالكوفيد على انه صارت عندك في الكيس الاولى مات الكوفيد. فهنا يفترض بيك تشخص الحالة تشخيص يعني شبه اليقين. ما عندك اكو سسبكتد اكو كونفيرمد كيسز, فهنا تتوجه على الكونفيرمد كيسز. يعني از ات بوزيتيف باي بي سي ار, از ات بوزيتيف باي سي تي سكان, غيرها اذا على السسبشن وعلى الكلينيكال كرايتيريا الموجوده بال يعني بالليست اوف سسبكتد كيسز اوف كوفيد, هنا ما صار فيرتيفيكيشن اوف ذا دايجنوستس. وبذلك هنا لازم تتاكد الكيس اندر انفستيجيشن ار ديفينيت كيس اوف ديزيز. This is done by careful history, so physical examination, relevant laboratory investigation. كان يكون مثلا انت يعني يريد تعرف على انه ابيديمست اوف كوفيد قلنا بالبي سي ار سي تي, او ردنا نعرف ابيديمستي اوف تايفويد فيفر. فالمفروض هنا نتوجه على الاكيوريت اكيوريت اكيوريت لابراتوري انفستيجيشن اللي هو فور ديتكشن اللي ما يقبل خطا, هو البلاد كلتشر which is the reliable diagnostic method. بعد ما سوينا الفيرتيفيكيشن فور ذا دايجنوستس, الثاني كونفيرميشن اوف ذا اكزيستنس اوف ذا ايبيديميك. هل هي هذه الايبيديميستي المتوقع هو اكسس اباف ذا نورمال اكسبكتنسي؟ اذا كان اكسس اباف ذا نورمال اكسبكتنسي ذس از ان ايبيديميك. هذه المفروض شو نسوي؟ نقارن عدد الحالات السابقه الموجوده ويا من وي عدد الحالات الموجوده حاليا. فالمقارنة إذا أمطتني فد كلير أكسس بالأكسس ما بي فد ليمتبل ليفل. هل ليمتد ليفل يدخلني في مدخل كرييشن أوف هيلث إمرجنسي؟ إذا سواك يعني فد سبيسيفيك هيلث إمرجنسي, هنا أنا أكيد راح يدخل لي انفورم أوف إبيديميك. Certain by compared the reported cases at the time of epidemic with cases reported in the previous month or year. كان يكون مثلا بالعام السابق عندنا 1000 كيس اوف تايفويد فيبر within الناصريه سيتي. هل 1000 كيس للناصريه سيتي؟ السنه اجتني بالتسجيل البدائي للتايفويد فيبر كان عندي 1300. هل 300 هذه هي اكسس؟ زين, بس هي هل هي كلير اكسس اور نو؟ الكلير اكسس انا اذا اتوقع مثلا اكفد انكريمنت ذا نمبر اوف ذا بوبيليشن بحيث هذه ال 300 توافقت ويا الانكريزنج نمبر اوف ذا كيسز اوف تايفويد فيفر, فانا ما اعتبرتها كلير اكسس يعني نوت باسنج وذين ذا ابيديميسيتي. ولكن اذا هذه ال 300 زياده فوق ال 1000 اللي اجتني كريت هيلث امرجنسي, العدد هو مال بوبيليشن نفسه او في نفس الوقت هو مو بس نفس العدد مال بوبيليشن, يعني عندي نقصان احيانا بالبوبيليشن وكثره عدد الكيسات, فهنا هذا هو confirmation of the existence of epidemic. اخذ
يعني عدد الحالات المقدرة في هذا الشهر، أقارنها بالشهر اللي قبله، أقارنها بالشهر اللي قبله والشهر المماثل إليه بالسنوات السابقة، بالسنة السابقة. الثالثة identification of the affected cases and their characteristics. هذه أقفد لكل disease أقفد شيء يسميه personal criteria. هي personal criteria كان يكون which age affected والجندر more the affected the residence اللي صار بها epidemicity rural urban rural urban زين هذه it may be help to identify the common experience of exposure among the cases حتى توصلني للسورس اوف انفكشن. في نفس الوقت من توصل للسورس اوف انفكشن هنا المفروض يعني واحده من القضايا اللي اقدر اسوي بها ايزي كاونتر اكتنج فور اور ايبيدمسيتي. بعد فردر انفستيجيشن ورا ما حددت الكيس على انها دقيقه يعني حقيقه هي كيس of interest بعدها اتاكد على انه واحد الموجه هي ابيديميك حددت البيرسونال كرايتيريا والانفايرمنتال او الهوست كرايتيريا بعدها فد فردر انفستيجيشن المن بوبيليشن ات ريسك اللي هم شنو هم وذ يعني بوبيليشن هو ليفنج وذ نورمال سيتويشن ولكن في نفس الوقت هم شنو الريسك فور ديفلوبمنت اوف ديزيز اوف انترست اللي هم يا اما يكون كان كونتاكت او احيانا سم اوف ذيم كارير اللي هم هيدن كيسز ما عندك كلينيكال سان سيمتومز ولكن في نفس الوقت مو بس ما عندك كلينيكال سان سيمتومز مايت بي ا بوتنشال سورس اوف انفكشن. هذه اللي that enhance this type of epidemic to identify the factor which likely to be related to the epidemic and searching for the change in environment or immediately before the onset of it. Affected specific environmental situation so it enhancement for development of epidemic. هنا بعد ما درست ال population of يعني ال personal criteria ودرست ال population at risk ودرست ال environmental situation المفروض هنا شنو تبني الفرضية اللي هي formulation of hypothesis about the epidemic regarding source of infection راح تتوقعات في نفس الوقت mode of transmission existence of the reservoir of the infection and carrier state and carrier state. بعدها نبدأ هنا المانجمنت. المانجمنت هي المانجمنت اوف ديمك شباب جزء من عندها التريتمنت اوف ذا كيسز اند كارير. المانجمنت اذا يعني تذكروها هي تبديل منين من الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن هيستوري والفيزيكال اكزامينشن بنفس الوقت بعد عندنا في سبيسيفيك لابراتوري انفستيجيشن لابراتوري انفستيجيشن فور ذا كيسز فور ذا كارير فور ذا كونتاكت also for the population at risk وعندنا اكو في lab investigation او في specific assessment for the environmental situation هنا كلها راح تكون هذه ال special management treatment of the cases and carrier protection of high risk and susceptible person اذا بها مجال immunization سواء immunization chemoprophylaxis نعطي chemoprophylaxis في نفس الوقت عندنا في specific educational preventive control strategy هم نتوكل على الله نكملها writing a report about the epidemic هنا راح تكون هي مهمتك في صياغة يعني أخبار السلطات العليا local higher authorities about the epidemic so notification and case reporting. Continuous surveillance بعد المفروض نبدي for searching of the headache cases to prevent the future epidemic.
وعندنا experimental verification of the agent. كان يكون هو نفس هذا سابقا توفر وكانت فيه في specific mutation او يعني صار لابن مكسب هالوقت هذا مود اوف ترانسميشن. اكو في سبيسيفيك تشينج صارت في المود اوف ترانسميشن بريفيوس مود اوف ترانسميشن وتحولت لي الى فد يعني انذر او ضافت لفد مود اخرى فور ذا ترانسميشن. ماشي شباب هذا الكلام اذا ردنا نطبقه يعني على الكوفيد كوفيد 19 فالمفروض هنا الخطوة الأولى اللي نشتغلها هي أول وحدة شباب. أول خطوة شو نسوي؟ أنت مدير مركز صحي وجاك شخص معين وقال لك قال لك دكتور عندنا كيسات أوف كوفيد والمنطقة أنت متأكد على أنها مأهولة وخالية من الكوفيد، فشو تسوي الخطوة الأولى؟ من يقدر يجاوبنا شباب؟ identification the antigen in cell culture او السواب ناخذ حتى نتاكد قبلها اول وحده شو نسوي ايدنتيفيكيشن يعني نتاكد ان... نتاكد انه هذا الانتيجين نفسه فناخذ مسحه او مثلا بلاد كالتشر حتى نتاكد من انه هو هذا لانه هذه الكيس كوفيد. المفروض الخطوه اللي بعدها شو نسوي نقارن خلال الاشهر السابقه اكو كيسات او كوفيد لو ماكو اللي بعدها شو نسوي انفستيجيشن ها مصطفى investigations هو لا نسوي investigation لو نحدد العفو personal criteria لهذا الشخص اللي انصاب بالكوفيد من يا عمر من يا جنس من يا وظيفه وين يعني عنده فد سفر عنده فد specific clinical criteria صارت بهالمكان هذا. الخطوه اللي بعدها شو نسوي دكتور risk factor شذاله منو فقط في الجروب at risk factor ها بابا دكتور حدد الريسك فاكتور. الريسك فاكتور عافيه وبعدها environmental situation. environmental situation ماشي وبعدها starting management بعد المانجمنت او العفو قبلها يعني formulation of hypothesis وبعدها starting management وبعدها ورا ما بلشت المانجمنت building report ايه ونبدأ بالeducational preventive program for the prevention. لهنا شباب واضحات شنو الخطوات اللي تتخذها as an epidemiologist أو as an primary healthcare physician أو شخص مسؤول مثلا كان يكون على مدير مركز صحي أو مدير قطاع مدير دائرة الصحة. لأن الخطوات بصراحة يعني الأعم الأغلب من الناس المسؤولة هي في غفلة عنها. من يسمع على أنه أكو كيس بصراحة ما راح تكون هالليست أوف epidemiological strategic steps in assessments of the epidemiology. ولذلك تشوفون التخبط اللي صار يعني في التخبط فظيع جدا خلال يعني الجائحة خلال السنة السابقة ماشي تنطي الخطوات بس هي بصراحة مو يعني الأعم الأغلب ما جاي يستوعب صار بس بالنسبة للconfirmation قلنا نقارن نوعي مع الشهور السابقة ونشوف نقارن نحدد بس الصوت شوية منو جاي يسأل هسه مصطفى نعم دكتور نعم شلون بالconfirmation قلتنا نقارن نوعي الحالات السابقة ونحدد إذا أكو access أو لا نعم اذا هو الديسيز اول مره يصير وما عندنا حاله هذا احنا مو قلنا يعني سنجل كيس لا تذكروها بالديفينيشن اوف ابيديميك سنجل كيس اوف سمول بوكس كونسيدر از ان ابيديميك منطقه ما صاير بها هذا المرض نهائيا ويجي سنجل كيس هنا نعتبره ابيديميك واضح تمام دكتور ماشي منطقه هسه يعني هو الكوفيد ليش سموه يعني لحد هسه ما مسمين ما داخل مصطلحات الاندميك وغيرها ما عندنا في شيء منطقه استوطنت بالكوفيد لحد هسه ابيديميستي اوف كوفيد ابيديميك او يعني بانديميك اوف كوفيد واضح لان باعتباره هو شنو فور اكرنت فور ذا فيرست تايم حتى لو صار له سنه يحدث بس هو شنو لا زال
to create a health emergency. شباب احنا الابلكيشن لهنا نحاول ننهيها لان بصراحه الوقت كلش جاي يسرقنا. فان شاء الله اليوم ننطي فد introduction for the non-communicable disease. Non-communicable disease. As a simple definition of the non-communicable disease, هي chronic. Chronic prolonged. يعني ما عندي non-communicable disease هو acute. Chronic prolonged illness that do not resolve spontaneously. إذا تركب أحدا مو يعني شرط على أنه يكتسب الشفاء. And rarely cured completely. حتى وإن شافه فهو نادرا ما يشافه بصورة تامة وصورة كاملة. They are usually due to individual lifestyle habits. وبذلك نطلق عليه يعني ما بيها في specific factors أو specific triggering agent أو specific stimulator. Common feature of them is do not kill immediately. They may causing a prolonged impairment or disability. يعني إحنا واحدة من ال criteria مال hemorrhagic stroke تصل الفيتاليتي مالت أحيانا إلى حتى الـ 80%. ولكن إش كم واحد ستروك انتهى على أنه يكون handicapped person may causing a prolonged impairment or disability. في نفس الوقت يحتاج برها يعني caring for the remainder of the affected person life. Non-communicable disease أكفد specific list كلهم نعتبرهم as non-communicable disease. الأول هو cardiovascular disease, cancer, diabetes, chronic traumatic and respiratory diseases, عندنا oral diseases, genetic and genetic predisposition to disease, mental illnesses and injuries. قبل لا ندخل بالepidemiology of non-communicable disease in general أكفد يعني مقدمة لطيفة على العصور اللي عاشها الإنسان سابقا وشون كانت الابيديميسيتي وعند ديفلوبمنت اوف non-communicable disease. العصر الأول اللي عاش اللي هو الهانتينج اند جاذرينج هو عصر الصيد والتجميع يعني هذه الفيرست ستيج اوف ليفينج. الأشخاص اللي كانوا عايشين ذاك العصر هم اسمهم هانترز اند جاذررز. بصراحه هذول live in a condition that minimize the exposure to a human infection. يعيشون ب small groups اللي هي تتراوح بين 25 الى 50. في نفس الوقت مو مثل هسه احنا مدبرين الانفايرمنت بس دمار هم do not degrade the environment. في نفس الوقت ما عندهم specific enhancement. هسه عندنا الدول الاوروبيه بصراحه تسوي specific enhancement يعني as an augmentation او improvement for the environment. هم لا ديجريد ولا انهانسمنت. بصراحه يعيشون النومادز هذه يعني عباره عن شلون الكتل البدويه الصغيره من اوبتينينج فود باي هانتينج والومن باي جاذرينج وبذلك يسمونهم هانترز اند جاذررز. دايت كانت يعني متكونه من انسكتس من فيجيتابل اند فروتس. لهم في سبيسيفيك كرايتيريا ريجاردينج تو ذير هيلث اند ديزيز. Life was short, death rate very high. Main causes of death here: accident, food shortage, parasitic disease, and infection. في ذاك الوقت يعني هو من الأمراض يعني اكتشفت مثل tuberculosis اللي هو 3000 before Christmas, leprosy تقريبا أيضا 500 والسيفلس 1500 ماشي. Relationship between food shortage and parasitic disease هو واحدة من المين كرايتيريا لها العصر هذا. Non-communicable disease تقريبا في ذاك الوقت rarely or do not exist ومحتمل كبير على أنه ما يعني ما يكون non-communicable disease. إيرلي نوماد هذه التكتلات البدوية وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ حياك الله دمرك. التكتلات البدوية اللي كانت يعني في ذاك الوقت in small bands in a frequently contacting the other numerous numbers of large enough to band with dense enough to maintain and spread acutely infectious disease. في نفس الوقت spreads either by the one form of the zoonosis.
هذول يعني المين كرايتيريا فور the agricultural and hunters for the hunters and gatherers. بعدها بعد هذا العهد القديم او العصر القديم اللي عاش الانسان المراحل البدائيه انتقل الى عصر الزراعه اللي هو الاجريكلتشر. هذه انتقل هنا من حياه الترحل الى حياه الاستقرار، بحيث يعني ترانزيشن فروم دي نوماديك تو سيتل بوي. ما دام صار عندنا في الكلتشر اجريكلتشرال سبلمنت، لذلك صارتنا هنا عندنا جود فود ودنسي يعني انكريز الفود سبلمنت. في نفس الوقت population size صار في expansion and creation of the first urban، تحول من nomadic إلى urban area with large population in continuous close contact. Agriculturalist الناس اللي عايشين في عصر الزراعة لهم في the specific criteria، ما عندهم الأهلية ذات التقنيات الميكانيكية الموجودة في عصر الصناعة، وبذلك lack of mechanized power. في نفس الوقت هذا شنو نضجهم في the specific criteria اللي هم will be a physically active domesticated plants and animals diet was different from the hunters and gatherers، بحيث ان انا دخل unrefined plant food beings for the first time. في نفس الوقت أكثر specific criteria for the agriculturalist regarding their health and life، أول the life is also short، في نفس الوقت death rate is also high. The agriculturalist main cause of death اللي هي acute infectious disease and accidents، food shortage, parasitic disease and بغض النظر عن abundance of food، ولكن أهم عندنا في specific dietary insufficiencies. Non-communicable في العصر الآخر أيضاً rare or non-existent. هنا بدأت الemergence of infectious disease اللي هي communicable disease are separated either by fomites or zoonosis، بحيث هنا من بدأوا يسوون domestication for the specific animals، فهنا بدأت zoonotic disease. Connection between public health and infection control and spread. يصيرنا هنا specific control. انتقل بعدها الإنسان إلى العهد الثالث أو العصر الثالث اللي هو الindustrial era. Industrial era هنا صار عندنا في specific changes from agricultural to industrial era taking place over a few hundred years. من بداية الثورة الصناعية وبدأ الإنسان بصراحة يدخل mechanized power in their life. هذه الـ effect on health profound with decline of infectious disease and rise in non-communicable disease. هنا بداية الـ emergence of non-communicable disease. Modern rise in population is distinguished from the previous increases by size. في نفس الوقت يعني بما أنها هي settled life راح تكون modern rise in the population are distinguished from the previous increase by its size. في نفس الوقت continuity and duration. Major contributor is the decline in death rate. في نفس الوقت increasing in the normal longevity of modern man. الindustrialist عنده أيضا في the specific criteria واحدة من عندها sedentary lifestyle. Longer life في نفس الوقت having abundance of food processed food degrade the environment also some of them enhancing the environment and increase in medical technology وحتى في وقتنا هذا بدأت sophisticated technological يعني medical technologies. أيضا عندنا في specific criteria for the health and disease. الأولى هي life is extended. Death rates are falling significantly. في نفس الوقت main cause of the death هنا بدأت emergence of non-communicable disease وبذلك دخل هو ولكن دخل شوي يعني بصورة قوية كانت. لذلك الجزء يعني الأول أو الرانك الأول for the causes of death rate
هي الـ non-communicable disease. كان يكون cancer, cardiovascular disease, أو diabetes, or heart attack. Although much in decline, acutely infectious disease are separate, أما by vomits or zoonosis, في نفس الوقت connection between public health and infection control and separate. عندنا acute infectious disease بما أنه يعني توفر في شيء بديل إلها وفي نفس الزحام يعني ما disease that causing the death فهنا بدأت يعني عندنا specific decline in infectious حتى لو هو هذا decline هو relative decline ولكن يعني باعتبار عندنا introduction of non-communicable disease اللي هو سواء decline in the number of infectious. القضية الأخرى اللي هي improvement in medical treatment increase the resistance to infection أيضا هذا سبب منه في السبب آخر in decrement. طلاب هذه عندنا في specific projected trend in cause of death in developing region فإذا تباعون يعني خلال السنوات السابقة من 1990 وماخذ لحد 2020 اكو يعني regarding the non-communicable disease تشوفون اكو فد وايد شارب انكريز ان non-communicable disease ما عدا يعني في 19-20 هذا بصراحة مكتوب يعني او 1996 ماشي ما عدا هنا هسه الكوفيد غير لنا المعادلة ب 19 وال 20 بالنسبه للكوميونيكابل ديزيز اكو بها ديكلاين ما عدا السنه الاخيره يعني اكو بها فد سبيسيفيك انكريمنت بالنسبه للانجريز الانجريز اذا 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 دخلناها من ضمن الكوميونيكابل ديزيز فراح يكون هل شارب انكريز راح اتوقع يعني نرسم به هاللاين هذا فوق اللاين الاحمر disease of interest as a cause of death يعني اذا اردنا نقسمها بالديفلوب ذات ديفلوبينج كانتريز واردنا نسوي لها سبيسيفيك رانكينج اكوردنج تو ذير ايج جروب المجموعه اللي هم من 15 الى 44 سنه والمجموعه اللي هم اكثر من 44 سنه بالديفلوب كانتريز مقارنه بالديفلوبينج كانتريز بالديفلوب هم الاكسيدنت اكثر رانك كوز في عمر الشباب وبعدها الكانسر وعندنا الكورونري هارت ديزيز المجموعه اللي هم في نفس الاعمار ولكن يعيشون بالديفلوب كانتريز اولسو اكسيدنت هذا الاول ولكن مكان الكانسر يجينا هنا الكورونري وبعدها يجينا الكانسر المجموعه الاخرى اللي هم اعمارهم 45 فما فوق في الارينجمنت مالتها تقريبا راح يكون متشابه بحيث تبدا بالكورونري يعقبها الكانسر ثم الاكسيدنت شباب هذا اكفد مقارنه اخرى صارت لي يعني regarding the death as a broad cause of يعني as a group بالنسبه لل non-communicable disease بالديفلوبينج ريجن اند ديفلوب ريجن باوع الجروب 1 اللي هم اللون السمائي هذه هم كوميونيكابل ديزيز تباع لها انت بالديفلوبينج ريجن يعني كونستيتيوتنج ا لارج بروبورشن عليكم السلام كونستيتيوتنج ا لارج بروبورشن اوف ذا بوبوليشن ديث وبذلك راح تكون تقريبا هي يعني 41 0.9 بينما بالديفلوبد كانتريز سيكول تو 6.1 هذا تقريبا يصير لسبعة اضعاف العدد المتوفين نتيجه العفو الكوميونيكابل ديزيز في المناطق اللي نعتبرها يعني ديفلوبد كانتريز بينما المجموعه اللي هم ديو تو يعني الجروب 2 اللي هم كوميونيكابل ديزيز كارديو فاسكولار ديزيز والمنتال ديسوردر يعني دايبيتس كانسر هايبرتنشن وغيرها بالديفلوبد كانتريز تقريبا 86% من الوفيات مقارنه ب 47 اللي هي تقريبا ضعف ايضا هنا انا بالديفلوبد كانتريز رادر ديفلوبد كانتريز الانجريز
هذا جروب 3 تقريبا يعني هي أولوية أكثر بالديفلوبر كانتري باعتبار لاك اوف سيفتي المتبعة هنا، فلذلك البريفلنس مالتها أو يعني الديث ريت توتال ديث ريت هي أعلى بالديفلوبر كانتري.